عليكم. شلونك دكتور نجم؟ شلون صحتك؟ أني خليل إبراهيم صالح من مدينة الفلوجة معاك، وهاي حواقاتي راح أشوفك إياها. هاي حواقاتي، هاي إيدي، هاي سقط، وهاي رجلي سقط. أني رجال صاحب أطفال وقاعد أجار، ودعيتك سابقا بالمليون ونص اللي هي منحة النازحين العائدين من المخيم، وأنا رجعت المخيم ما عندي كل شيء، السماء والطارق، وقاعد بيت إيجار العالم تصدق علي، وهذا بيت اللي قاعد بيه أني مال العالم، حتى غراضهم هم من جهة المخيم ما عندي أي غراض، وأريد من عندك ومن أهل الغيرة أنه تساعدني ويساعدوني. وهذا شهر فضيل وأنت بطل والله بالغيرة، أنت والله أقسم بالله يا دكتور نجيم، قسما بالله العظيم، لحد الآن العالم تصدق عليه بالفطور، والله العظيم يا دكتور نجيب، قسما بالله العظيم أموري تعبانة، حيل تعبانة، وراي الحكومة لا راتب عندي، الراتب الرعاية قبل الإيجار، قبل الإيجار ما عندي، أريد بس هاي المليون ونص يطلقون إياها جماعة الهجرة. يعني أترجاك، يعني سبق أن شدك قبل 3 رمضانات وحكيت ويا السيد المحافظ مال الانبار، والرجل ما لبالي اي طلب لحد الان، فاريد من عندك ومن هالغيره ومن سيد المحافظ، من اي انسان شريف، انه ينظر لحالتي ويساعدني انا واطفالي، وانا رجال معاك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليل شلونك؟ وياي خليل؟ نعم دكتور وياك. خليل، انا اتذكر قصتك وتقصدت انا اعيدها مره اخرى حتى نشوف الوليدات من يكذبون على الناس ماذا يعني ولماذا تهضم الحقوق. بالفيديو انت معوق، انت معوق حرب، معوق ولادي، معوق من الضيم. لا معوق حرب. وين تعوقت؟ وين كنت تحارب؟ ما حارب والله دكتور، انا رجال مدني. بالاحداث انضربت هنا بال بال بالعمليات الارهابيه. ما اشاره لحد. نعم زين، عندك راتب؟ اي عندي مال الرعاية. ايش كثر راتبك؟ 225. انت عمليات ارهابية، شلون 225؟ هذا من ما سوى استاذ نجم، انا سويت تقرير انطوني 25% على حقات مالتي، انطوني 25%. ها قالوا اي، قالوا لي ما يصير لك راتب 25%. زين ما يصير لك راتب. اي رفع كلى وسقوط قدم وسقوط ذراع، صدع قبق راس ورفع كده. تاتش ضال بي كل ذني وخمسة وعشرين؟ اي والله، اي والله دكتور نجم، قسما بالله العظيم. رفع كله وسقوط. نعم. قدم. نعم. والراس ايش بيه؟ 41 شضية بيه دكتور نجم. انت سالفتك مثل عماد العبادة، 3 طلقات براسه ووصل للديار. شلون 41 طلقة براسك؟ شلون؟ 41 شضية بجسمي دكتور نجم. اي نعم. انت طلعت من دكتور نجم، خل افيدك بسالفه. انا واجهت سيد الكاظمي بالسوق ايام يوم النصر، اجى للفلوجه. اي وواجهته بالسوق شخصيا، واجهته وتكلمت وياه، وقلت له سيدي وحده اثنين ثلاثه، وانا قاعد اجار وشك مهجر المخيم وهاي حقاتي. قال لي تدلل وانا اخوك وما يكون خاطرك الا طيب، وانطى اسمي للسكرتير ماله، وتواصل اول يوم وثاني يوم قفل تليفونه، ما سوى لي كل شيء. السكرتير قفل التليفون؟ اي نعم، اي شيء ما سوى لي، اي من ذاك التاريخ لهذا التاريخ. وقال له هو الرجل، قال له تواصل وياه وش يريد انطوه. اي قال لي سيدي. وراها قفل تليفونه وما قدم لي اي طلب. هسا احنا يا خليل انا وياك يعني ندعو الله انه سعادة السكرتير يفتح التليفون، وبعدين عندي رسالة الى الجميع، اللي ما تقدر عليها عوفها. انت توعدون الناس وعدكم امكانية لحل مشاكل الناس. والله 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 يا دكتور نجيب، قسما بذات الله، قسما بالقرآن، قسما بالقرآن، قسما بالقرآن، ما زليت عليك الكلام. أنا موجودة. اشكرك. الفيديو اللي صورت ويا كاظم بالسوق موجود هسه اخويا. انا ما اقول لك، انا يوم النصر ما مكذبك، بس هي
خليل خليل نعم. العلة مو بالسيد الكاظم، الرجل احنا نعرفه، لكن مرات العلة ما يصل الى السيد الكاظم، وهاي فت قضية تحتاج ان يعاد النظر بيها. بعدين يا اخوان هسه الرجال الملح المليون ونص ليش ما تطهميه؟ اذا قبل اكثر من سنة ونص سنتين هذا الرجل طلع وياي وحكي هاي القضية وكان معاي مسؤول قال تبشر وتدلل وراح نطي. هسه هو ما حد متفضل عليه، استحقاقاته الطهية. ترى زحمة العراقي يبكي على حقه بالتلفزيون، مو كلش شوية شوية زحمة؟ مو كلش السالفة صارت ماسخة؟ يعني مو كلش لازم أن يعاد النظر بها؟ عراقي معوق، رجله رايح راسه رايح، 41 كلا ما عده، مهجر قاعد إيجار، إيشاشني وين ودياني؟ وش وقت الدولة ترعاه؟ يعني مو زحمة نسولف ذني؟ هسه مالاتهم انتم قررتوهن بالدوله تردون تطهيات طهيه. وين المشكله اخوان بهاي القضيه؟ ما تعرفون تليفون؟ اقول التليفون بابا تعال ذني لوجه الله، ذني صدقه، ولو انا ما اقبل الصدقه على العراقي. ليش الصدقه على العراقي؟ هذا ماله وهذا حقه.